أهلا بيكم مرة تانية. استكمالا لكلامنا عن كنائس مصر القديمة، هناخد آخر مثال أو نموذج من كنائس مصر القديمة. هناخد كنيسة صغيرة شوية، بس قد إيه هي جميلة من جوة، وتصميمها يعني يعتبر من أجمل الكنائس بتاعة مصر القديمة، هي كنيسة القديسة باربرا. وإحنا نقدر نوصل لها من خلال السلم الصاعد اللي بيؤدي للدير أو الكنيسة بتاعة ماري جرجس. الكنيسة تعتبر هي أساسا كانت مبنية ومهداة ومكرسة لأبو قير ويوحنا، اتنين من القديسين. أول واحد كان جاي أو كان موجود من منطقة دمنهور، وأبو قير قرر مع أخوه إن هم واتنين من القديسين التانيين، واحد منهم كان اسمه يوحنا، إن هم يروحوا للحاكم ويعلنوا إن هم مسيحيين وإن هم معتنق للدين الجديد. فلما طبعا حصل كده حصل تعذيب ليهم، وفي النهاية ان هم يعني توفوا. يعني القتل ليهم على حسب يعني حسب الروايات تم على ما اسمع ومرأى اهل البلد نفسهم كلهم. بعد وفاتهم الكنيسة تم بنائها لتحوي رفات كل من ابي قير والثلاثة القديسين الاخرين منهم ابي يوحنا. بعد كده رفات كل من أبو قير ويوحنا في القرن الرابع تقريبا الميلادي تم نقله لكنيسة سان مارك في اسكندرية، وبعد كده تم نقله مرة أخرى لهذه الكنيسة. بعد نقل رفات كل من أبو قير ويوحنا لهذه الكنيسة، الكنيسة الجديدة أصبح اسمها كنيسة سانت باربرا. باربرا كانت معروفة إن هي كانت سيدة شديدة الجمال أو فتاة شديدة الجمال من منطقة اسمها منطقة نيكوميديا في آسيا الصغرى، وإن هو والدها يعني زي ما نقول كده إيه حبسها تقريبا في القصر بتاعه خوفا عليها، لأن هي كانت شديدة الجمال وكانت شخصية يقال إن هي كانت ذكية شديدة الذكاء، وكانت عندها دايما تساؤلات عن مع يعني عن الوجود وأصل الوجود وكده. ففي النهاية بعد طول بحث وبعد طول قراءة، لأن هي كانت شخصية مطلعة جدا، اعتنقت المسيحية، وحتى يعني خبت اعتناقها للمسيحية عن والدها اللي كان شخص وثني. بعد كده والدها اكتشف ان هي اصبحت مسيحية فسجنها، وتم يقال ان هي تم قتلها بواسطة ابوها من خلال يوم 8 كياك، وهو اليوم اللي تم بتحتفل بيه هذه الكنيسة بالقديسة باربرا، وهو بيوافق تقريبا 17 ديسمبر. ويقال ان هي كان احد اتباعها او صديقاتها اسمها جوليانا. جوليانا اعلنت ان هي برضو معتنقة للدين الجديد في نفس وقت تعذيب القديسة باربرا وقتلها، وعلشان كده بعد قتل باربرا تم قتل صديقتها جوليانا. ودايما يعني يقال الاسمين باربرا وجوليانا دايما بيبقوا مصاحبين لبعض في الوثائق والتصوير وهكذا. طيب تعالوا نقول الكلام دوت كده مرة واحدة واحدة كده بالانجلش. So the Church of Saint Barbara is considered to be one of the most important churches of Old Cairo. It can be reached by the ascending staircase beside the Church of Saint George in Old Cairo. And it was originally dedicated to two important saints, who is Cyrus and John. خلاص in Arabic they are called Abu Qir and Yuhanna. It was said that the first one came from the Manhur. He was his brother, and two other saints went to the governor and proclaimed their faith. يعني ايه proclaim their faith؟ يعني اعلنوا وفائهم او اخلاصهم to Christianity. Therefore they were tortured to death. The relics of Abu Qir and Yuhanna or Saint Cyrus and John were firstly transported to the church of Saint Mark, and after that it was transported once again to the church of Saint Barbara. After that the church was dedicated to Saint Barbara. Who is Saint Barbara? She was a woman, a very beautiful woman from Nicomedia in Asia Minor. And she was a very intelligent person. She seeked for the origin of the universe, and therefore she proclaimed her or she believed in Christianity. She hid that she was Christian from her father, who was a pagan person. But as soon as he knew that his daughter was a
Christian person. He tortured her to death, and some stories said that he killed her with his both hands. في بعض الروايات بتقول إن هو اللي قتلها. And this happened according to the church. This happened on the 8th of Kiak or 17th of December. During her torture and death, her fellow or her friend Juliana proclaimed also her faith in Christianity and was tortured also to death. ده بالنسبة للكنيسة بتاعت سانت باربرا. طيب ادي الكنيسة اهي. الحقيقة اهمية الكنيسة ديت بترجع ان هي كانت منطقة ما يعني تعتبر من مكان الناس كتير جدا من المسيحيين بيزوروا من ودوت بدأ من بداية القرن الرابع 14 الميلادي. ومش بس من المصريين، لا ده يعتبر بيلجريمج سنتر، منطقة كده للحجة او للزيارة المستمرة for the European and Ethiopian visitors. لأن سانت باربرا وأبوقير أند يوحنا كانوا معروفين حتى بره مصر، فعلشان كده تعتبر الكنيسة ديت من الكنائس المهمة، لدرجة أن المقريزي نفسه أثناء زيارته لمصر ذكرها أن هي كانت تعتبر يعني مهمة جدا ومعروفة جدا، وناس كتير جدا جدا من بره مصر كانت بتجيلها. So in the 15th and 14th century AD, the church became a pilgrimage center for many European and Ethiopian visitors. It was also mentioned by Al-Maqrizi, the Arab historian who visited this church, and he described how this church was very famous and received different visitors. تمام. الشرش الحقيقة أو الكنيسة ديت تعتبر كأنها كنيستين يعني مع بعض، واحدة منهم مهداة للكنيسة للقديسة باربرا والأخرى مهداة لأبقير ويوحنا. الكنيسة بيرجع تاريخها للقرن الرابع الميلادي زي كنيسة أبو سركة بالضبط. هي تم بنائها من خلال أو في فترة أثناسيوس الكاتب، وقلنا أن أثناسيوس الكاتب كان في عهد عبد العزيز بن مروان اللي كان حاكم مصر في القرن السابع الميلادي. تم بناءها مرة أخرى في سنة 684 بعد حريق الفسطاط اللي احنا عارفينه في الفترة دي، والكنيسة تم إعادة تعميرها أو إعادة بناءها مرة أخرى في القرن الحداشر الميلادي. So the present building comprises two churches. The first one for Saint Barbara and the other one for Abuqir and Johanna or John and Cyrus. The history of this church dates back to the 4th century. It was also built like the church of Saint Sergius or the cave church. It was built by Athanasius the scribe during the reign of Abdulaziz ibn Marwan, who ruled Egypt during that time. It was built after that, after the fire of Al-Fustat, بعد حريق الفسطاط, and it was also renovated. يعني إيه renovated؟ يعني تم إعادة إعمارها أو إعادة بنائها مرة أخرى in the 11th century AD. الشرش تعتبر من أكبر الكنائس وأجملهم في مصر، بتاخد الشكل البازيليكي اللي هو بيتكون من إيه بقى؟ أدي النارثكس أهو، خلاص إحنا حفظنا. وعندنا النيف، النيف أهو بيتكون من central aisle and two flanking aisles، وكل واحد فيهم في خمس أعمدة. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى هنا خمس أعمدة وخمس أعمدة، وهنا عمودين نفس الفكرة برضو. هو بيمثل 12 apostles of Jesus Christ. So this church is one of the largest and finest churches in Egypt. It takes also the Basilican style. We can find here the narthex, and it was sometimes called the return aisle. After passing from the two columns here, we can find the nave. The nave is divided into three parts. Okay, and this is the central aisle, and we have here two rows of columns. Every row consists of 5 columns, and here we can find two lateral aisles. So what is the total number of the columns? 12, to represent the 12 apostles of Jesus Christ. ده باختصار يعني يعني شكل او التصميم البازيليكي بتاع الكنيسة. ادي كده شكل سانت باربرا، دي احد الايقونات اللي موجودة من سانت باربرا. وادي هي ده شكلها، ودي جوليانا اللي احنا قلنا عليها. دي صحن الكنيسة الاوسط. اوكي. الحقيقة صحن الكنيسة احنا عندنا من الحاجات المميزة جدا للكنيسة ديت الأنبون، شايفينه زي المنبر كده عندنا في الجوامع، وده كان بيستخدمه رجال الكنيسة أثناء فترة الخطبة أو الوعظ أثناء الصلوات المختلفة. وشكله نفس شكل الأنبون بتاع أبو سرجة بالظبط، نفس الشكل تقريبا، وهو بيقع في الركن الشمالي الشرقي. خلاص يعني هو قريب جدا من جدار او حاجب الهيكل.
تمام. دي شكل الأمبول، هو مصنوع من الرخام وبيقع أو مسنود على 10 أعمدة. So we have one of the remarkable architectural elements of this church is the ambon or the pulpit. It's made of marble and stands on 10 columns. It's found in the northeastern corner of this church and it's identical in shape. يعني إيه identical in shape؟ يعني يعتبر نفس الشكل بتاع that one of St. Sergius. We can find here the rows of columns. Every row consists of 5 columns, marble columns, and 2 in the narthex. So they are 12 as we said before. ادي شكل الأمبون بشكل يعني قريب شوية. تمام. طبعا احنا هنا برضو هنلاقي ان الجدار او الحجاب الهيكل دوت برضو مصنوع، يعتبر تحفة فنية زي بتاع سيركيوس بالظبط، برضو مطعم بالعاج والأبانوس. وهنلاقي هنا ايقونات بتمثل الارك انجلز وجيسوس كرايست، بعض الشخصيات المسيحية الشهيرة. خلاص. So we can find here the iconostasis. The iconostasis here is made of wood inlaid with. يعني inlaid with يعني مطعم. Inlaid with ebony and ivory, representing different crosses and different geometrical shapes. And over it we can find different icons for Virgin Mary, Jesus Christ, Archangel Gabriel and Michael, and also different apostles. خلاص. ده شكل مثلا السيدة، أحد الأيقونات اللي بتبقى عادة في النص بتمثل السيد المسيح والسيدة العذراء. والحقيقة الحجاب الهيكل دوت بيرجع للقرن الـ13 وبيرجع للعصر الفاطمي. دايما عادة الحفر على الخشب والحاجات المطعمة بالخشب كان أبرز معالم الفترة الفاطمية، سواء في الفن الإسلامي أو في الفن القبطي. يعني تعتبر الفن الفترة الفاطمية كانت مشهورة جدا بالحفر على الخشب والكلام ده. So we can find that the century was dates back to the original one dates back to the 13th century and it's now transported to the Coptic Museum. And we can find that the upper part هنا زي ما احنا شايفين we have here different icons. One of them is representing Jesus the Christ, here and Virgin Mary and John the Baptist, يوحنا المعمدان. وعندنا other icons for Archangel Gabriel and Michael and the 4 evangelists. خلاص، اللي هو لوقا ومارك وماثيو وجون، تمام، الأربع إنجيليين. ده شكل مميز جدا من أشكال الأيقونات، وده بيمثل السيدة العذراء وهي جالسة يعني ما قعد السيد المسيح. الحقيقة دايما بتوع الفن القبطي يقول لك ان ده شكل شوية مستوحى من الفن المصري، لان هو يعني في ناس ربطته ما بين شكل ايزيس وهي بترضع طفلها حربقراط، فقال لك ان هو مستوحى هذا الشكل من الفن المصري القديم. So on the other screen wall there is one of the very remarkable icons for Virgin Mary with Jesus the Christ. It also dates back to the Fatimid period. ده برضو بيرجع للعصر الفاطمي. شايفين طبعا الحفر على الخشب عامل ازاي. ده كانت الأهم الحاجات المميزة جدا في سانت باربرا، الحفر على الخشب من الحاجات المميزة، والأمبون أو البالبت بتاع الكنيسة. تمام. هنشوف تاني كده، نرجع تاني للتخطيط. يبقى كده احنا خلصنا الجزء دوت. ايه بقى الجزء الملحق دوت؟ ده اللي احنا قلنا عليه الكنيسة التانية او الكنيسة الصغرى اللي كانت اساسا مهداة للقديسين الاتنين اللي هو سيروس اند جون. تمام. وهي دي تعتبر اقدم جزء من اجزاء الكنيسة ديت. هي تعتبر غرفة مربعة اكتر، فيها دوبك صحن كده وتو سنتوريز، وهي مهداة زي ما قلنا لسيروس اند جون. So this is the most ancient part of the church. It's dedicated to the two saints, Cyrus and John, with two centuries and having icons for the two saints.